هذا العدو، هذا العدو قوته ليست قوة ذاتية، ويمكن إلحاق الهزيمة به. خلينا نبلش من الأول، هذا النقاش اللي كان عمره عقود من الزمن، هذا انتهينا منه. يعني إذا بدك تيجي يوم تناقش بإنجازات المقاومة بلبنان وفلسطين، بقول لك من أهم إنجازات المقاومة العسكرية والمعنوية والثقافية والروحية والسياسية إثبات إسقاط مقولة أن هذا الجيش لا يهزم. صحيح. طيب هذا جيش يهزم؟ أنا بقول لك أكثر من هيك، شايف اللي بيلحق هزيمة بداعش والقوى التكفيرية في سوريا والعراق هو أقدر على إلحاق الهزيمة بالجيش الإسرائيلي. داعش أصعب من الجيش نعم الإسرائيلي. بلا شك،